بمجرد ذبح البقرة الحمراء عند جبل الزيتون هتقوم حرب إقليمية لم تحدث مثلها منذ إنشاء العالم، حسب المكتوب في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة في الصفحة رقم 12، مكتوب بالنص في كتاب النبي دانيال: من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركسة للمخرب 1290 يوم، بمجرد ما الحادثة دي تحصل العالم مش هيستمر 1290 يوم. الوقت قريب، احنا في أخطر مرحلة في تاريخ الأرض. النبي دانيال ده كان نبي يهودي معترف بيه في الديانات الثلاثة. الله أرسل ليه الملاك جبرائيل. ملاك جبرائيل ده زي وزير خارجية السماء، الله أرسله للنبي دانيال في رؤية عشان يوريه أحداث آخر 7 سنين في الأرض. فوراني في أحداث آخر 7 سنين في الأرض في حادثة اسمها إزالة المحرقة الدائمة. إزالة المحرقة الدائمة دي بمجرد ما المسيحيين يختفي عن عيونهم صليب السيد المسيح، هي دي معناها إزالة المحرقة الدائمة، ويظهر جيل الارتداد في وسط الدول الغربية وفي وسط الكنائس المسيحية. ودلوقتي بيظهر جيل الارتداد حقيقي بإزالة المحرقة الدائمة. ما بعد إزالة المحرقة الدائمة إرغام الناس على عمل الشر، ودي عند الله خط أحمر. ليه عند الله خط أحمر؟ لأن إن اتكسرت حرية الإنسان على الأرض، الأرض مش هتستمر 1290 يوم حسب المكتوب. ليه الكلام ده؟ أقول لك ليه الكلام ده. بمجرد ما حرية الإنسان تتكسر فالإنسان مش هيعرف يتوب، فباب الرحمة بيتغلق. فمجرد ما باب الرحمة يتغلق تبقى الأرض خلصت، يبقى التاريخ انتهى. فبيقول لك: من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوم. إيه علاقة ده بالبقرة الحمراء؟ ذبيحة يسوع المسيح هو ده كبش الفداء اللي انذبح عن كل نسل إبراهيم في الأرض المقدسة، فيكون كل من يؤمن بيه نول باسمه غفران الخطايا. الشعب اللي هو جه للشعب اليهود الله في صورة إنسان، هم صلبوه وأم الأموات، بيجوا للمرة التانية عايزين يذبحوا بقرة حمراء كذبيحة تانية، كتجديف على ذبيحة يسوع المسيح أو تجديف على ذبيحة الصليب. فمن هنا هتقوم القيامة الكبرى عن حوالين الموضع المقدس، وهتيجي الأربع أمم أربع زوايا الأرض، المكتوبين في كتاب النبي دانيال أيضا في الصفحة رقم 7. مكتوب عن أربع زوايا الأرض، أربع ممالك هيجوا على الأرض، هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. هيجوا كل اتنين مع بعض، يعني أمريكا مع الاتحاد الأوروبي وروسيا مع الصين. وهتلاقي إسرائيل بتضرب في إيران، وهتلاقي العالم اتقسم نصين حوالين الموضع المقدس حسب المكتوب عن ملك الشمال وملك الجنوب. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو، وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة ونفائس كل أرض مصر، واللوبيين والكوشيين عند خطوات. بص، الشرق الأوسط هيتحول لساعة صراع، ساعة صراع كبرى. وتفزع أخبار من الشرق، الشرق دي اللي هي الصين، الشرق أقاصي الشرق، ومن الشمال اللي هي روسيا، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. ده حلف شمال أطلسي للاتحاد الأوروبي والإسرائيليين، هيخرجوا يخربوا ويحرموا كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهاية ولا معين له. يعني هيقفل البحور بحملات الطائرات وبالسفن الحربية. في ذلك الوقت يكون ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة على ذلك الأرض، وكثيرون من الراكنين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، هؤلاء إلى العار الإصدراء الأبدي. الكلام مش محتاج تفسير، وإحنا مش عيبنا الجهل، إحنا عيبنا التجاهل. وكل الكلام ده بيحصل في الأيام اللي إحنا عايشين فيها، الكلام ده حقيقي وصدق مش مزيف. في ناس كتير قوي بتتكلم في الكلام ده بزيف، لكن ده كلام من الإنجيل، والإنجيل كلامه حقيقي، الإنجيل كلامه حقيقي. فالحكاية فيها سماء وفيها نار. ليه؟ لأن السيد المسيح هينزل على السحاب عند جبل الزيتون، وكل من آمن بيها يعطيه الحياة الأبدية، وكل من رفضه هيطرحه في بحيرة النار المتقدة بالكبريت حسب المكتوب في الكتاب المقدس. أكتر من 15 مرة السيد المسيح قال الكلام ده، قال: ناس هتكون عن يمينه وناس هتكون عن يساره، اللي آمنوا بيه هيكونوا عن يمينه واللي رفضوه هيكونوا عن يساره. فاليوم اختار طريقك، لأنك إن آمنت بالسيد المسيح هتخش فلك نوح التاني وهتضمن حياتك الأبدية، أما إن رفضت السيد المسيح فلن يكون لك حياة بل سيمكث عليك غضب الله. ده المكتوب في الإنجيل، وأنا مش جايب لك حاجة من نفسي، أهو الإنجيل راجع ورايا. الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.